بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامرز. هذا الفيديو راح نتعلم شيء جدا مهم، واللي هو شلون راح نسوي سورت. طبعا هذه الطريقة اسمها سلكشن سورت. حاليا احنا ما راح ندخل بتفاصيل اسم الطريقة واقوى انواع طرق الفايل، نتطرق لها بالمستقبل بدورات الداتا ستراكشر اند الجوريثم ان شاء الله. اليوم راح نشوف هذه الطريقة شنو فكرتها وشلون تعمل، وهي مبدأ عملها راح يعتمد على السواب. اوكي، انا عندي مصفوفة، خلينا نقول هذه المصفوفة. اوكي، هذه المصفوفة بها التالي، بها مجموعة أرقام. هذه الأرقام غير مرتبة، أريد أرتب هذه الأرقام ترتيب تصاعدي. شلون راح أجي أرتبها؟ هنا راح أسوي التالي. إحنا عرفنا السواب بالفيديو السابق، لازم تكون فاهمة جيد جدا قبل ما تبدي بهذا الفيديو. راح أسوي، أخلي مؤشر عندي على أول عنصر. أوكي، اجي اشيك هل الخمسة اكبر من واحد، اشيك هل الخمسة اكبر من واحد. ترو، مو صحيح؟ لاحظ اني بديت خليت مؤشر على الخمسة اللي هي هذا العنصر اللي هنا، مو صحيح؟ ووقفته وبديت خليت مؤشر ثاني على هذا العنصر، مؤشر اخضر. لاحظ، سألت هل خمسة أكبر من واحد؟ ترو، بما أنه الخمسة أكبر من واحد ترو، بدل إياها، نسوي سواب، يعني نسوي نفس طريقة السواب، بدل الخمسة ويا الواحد. شو راح يصير عندي؟ يصير عندي هنا أنا واحد، وهنا أنا خمسة. جيد، هذا المؤشر الثاني حركة بخطوة، جيبه هنا أنا. أسأل هل الثلاثة هذه، أو هل هذه الثلاثة أكبر من الواحد؟ او ممكن اسأل هل الواحد اصغر اكبر من الثلاثة؟ لا، الواحد ليس اكبر من الثلاثة، انا دائما اقارن هذا ويا هذا، اذا راح يبقى. اوكي، المؤشر هذا الاخضر راح اجيبه هنا أنا. اسأل هل الواحد اكبر من السبعة؟ لا، اجي احرك المؤشر الاخضر خطوة، هل الواحد اكبر من اثنين؟ لا، كل شيء بدأ أسوي، يعني الشرط مالتي فولس، ما أسوي شيء. أوكي، من وصلت لآخر واحد من كملت هذا المؤشر، راح أجيب حركة خطوة أخليه هنا أنا. أوكي، يعني كأنه ما سويت I بلس بلس، قام يأشر على الموقع واحد. خلينا نرقم المواقع، 0 1 2 3 4. أوكي، راح أرجع مرة أخرى أسأل هل الخمسة أكبر من الثلاثة؟ ترو، مو صحيح؟ إذا ايش راح اسوي؟ راح ابدل الخمسة ويا الثلاثة، حتجي الخمسة هنا أنا والثلاثة هنا أنا. اوكي، صار بيها ثلاثة، ما مقتنع باللون، خل اخليه هذا بيه ثلاثة. اوكي، بعد يعني هذا المؤشر ثابت على موقع واحد، وهذا يتحرك الاخضر. اجى راح اسأل هل الثلاثة اكبر من السبعة؟ لا، راح يتحرك المؤشر الاخضر يجي يأشر هنا أنا. هل الثلاثة اكبر من الاثنين؟ ترو، بما ان الثلاثة اكبر من الاثنين سوي لي سواب، نسوي لي سواب. راح تجيب الاثنين هنا أنا، وخلي الثلاثة هنا أنا. اوكي، بما انه انا وصلت لاخر عنصر كملت، راح ارجع للمؤشر الاحمر واجيبه هنا أنا. لاحظ معي على الشغلة، أنا هنا أنا دائما المؤشر الأحمر اللي يأشر على اثنين، أقارنه ويا كل العناصر اللي بعد اثنين إلى آخر عنصر، أوكي؟ هيك الفكرة. الآن هل الخمسة أكبر من السبعة؟ لا، فولس. خمسة أكبر من سبعة؟ فولس. تمام، أجي هل الخمسة أكبر من الثلاثة؟ ترو،
ما دام تو راح اسوي عملية السواب اللي تعلمتها، ايش راح يصير هنا؟ انا عندي راح تجي هنا الثلاثة وهنا الخمسة. جميل، بما انه انا وصل المؤشر الاخضر لاخر عنصر، المؤشر الاحمر راح يرجع يتحرك بيجي هنا، انا راح يسأل هل السبعة اكبر من الخمسة؟ ترو، مو صحيح؟ بان ترو، دائما ما دام ترو بدل، جيب لي الخمسة هنا والسبعة هنا. اوكي، هسه وصل المؤشر الاخضر، المؤشر الاخضر هنا دائما بالموقع واحد بعد المؤشر الاحمر. هنا راح اجي اسأل، نجد وصلت اخر موقع، هل اقدر المؤشر الاحمر اجيبه اخليه هنا؟ لا، ليش؟ لان انا ما اكو شيء بعد اقارن وياه هنا. لو تلاحظ الارقام المصفوفة 1 2 3 5 7 على كتشارت. اوكي، صار الرتبات تصاعديا. هذا الكلام في محنفذة برمجيا، تابعوا ويانا. اوكي، خلينا نقول كونست اراي مارتي اوف الان حجمه 5، واعرف مدى غير اسمه اي. اوكي، راح اسوي قراءة اعتيادية مثل ما اسوي كل مرة بالمرور على كل العناصر. اقرأتهن الان، من اقرأتهن راح احتاج الى مؤشرات اثنين. تذكرون هنا كان عندنا مؤشر قلنا احمر ومؤشر اخضر، مو صحيح؟ المؤشر الأحمر هو الآي، راح أعتبر المؤشر الأحمر، وأحتاج مؤشر آخر الجي هو المؤشر الأخضر. أجي أسوي اللوب فور آي الأحمر، إحنا بدينا بالأحمر هناك، هنا هم بدينا بالأحمر. آي تساوي الآي أول مرة عليه من الأشهر على موقع صفر، مو صحيح؟ إذا آي تساوي صفر. الآي لمن وصل؟ وصل لهذا الموقع، هذا الموقع الأخير ما قدر يوصل له. يعني بدل ما أكتب I أصغر من N، لا راح أكتب I أصغر من N ناقص 1 حتى الموقع الأخير ما يوصل له. أوكي، يعني ماكو شيء أقارن بعده. I بلس بلس. أوكي، هذا المؤشر الأحمر. راح أجيب المؤشر الآخر، هو عبارة عن نستد لوب بداخله فور جي. الجي منين تبدي؟ لاحظ لما كانت الـ I صفر، الجاي بدأت من الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أوكي، لما كانت الآي واحد، الجاي بدأت من اثنين، ثلاثة، أربعة. بتلاحظ يعني دائما المؤشر الثاني الأخضر دي أشر على أول عنصر ورا الأحمر، يعني كأنما دي من صفر أشر على الواحد وراء مرة اثنين، ثلاثة، أربعة. من واحد أشر على الاثنين وهكذا. إذا معناها دي الجاي تساوي لي؟ تساوي لي الآي زائد واحد، يعني العنصر اللي يجي بعد الآي. من اي صفر نبدي واحد. اوكي، الوين الحد اللي توقف عليه؟ كل مرة تلاحظون المؤشر الاخضر يمشي ويوصل لاخر عنصر. اذا الشرط مالتي جي اصغر من ان، دائما الزيادة واحد واحد. اوكي، هسه اجي هنا، كنت اني اقارن بين من دائما؟ اقول هل هذا الرقم المؤشر على المؤشر الأحمر أكبر من الرقم المؤشر على المؤشر الأخضر؟ شلون راح أجي أسوي هذا الحكي؟ أقول هل أي آر هي مصفوفة، المؤشر الأحمر يا هو الأي أكبر من الأي آر المؤشر على المؤشر الأخضر الجي؟ إذا ترو أسوي سواب. شلون أسوي سواب؟ حتى أسوي سواب راح أحتاج متغير تيمب، راح أجي أعرف متغير التيمب هنا. اوكي، اريد اسوي سواب، هالمرة السواب مو بين اكس واي، بين اري اوف الاي واري اوف الجي. راح اجي اقول له temp يساوي اري اوف الاي، اري اوف الاي تساوي اري اوف الجي. اوكي، اري اوف الجي تساوي temp. بعد ما كملت لازم اجي اسوي فور حتى اطبع العناصر المصفوفة بعد ما ترتبت،
انت ما احتاج انت اي تساوي صفر، اي اصغر من ان عامل عناصر اي بلس بلس سي اوت اري اوف الاي. نفذ. اوكي خلينا ندخل مثلا 2 8 3 1 4. انتر. 1 2 3 ما خليت سبيس حتى يتوضح المثال. اعيد انفذ مرة اخرى. لاحظ 0 او ليش 0 خلي 4 8 1 9 5. لاحظ 1 4 5 8 9 صارت أرقام متسلسلة. أوكي نسوي تريس سريع لهذا الكود حتى نفهم أكثر. أوكي تلاحظون الكود ظاهر أمامنا. هنا أنا عرفت أني متغير اللي هو اسم الـ n يساوي 5. عرفت مصفوفة اسمها AR حجمها 5. اوكي سويت ادخال. المفروض انا دخلت 4 2 5 9 1. اوكي اللي راح يصير عندي هو التالي. اجيت هاي طبعا نفذت هذه الخطوة اللي هنا صارت 4 الاي تساوي 0. اوكي هسه لاحظوا وياي خليني اقول لك اي تساوي 0. زين خليني اسوي شيء اخر حتى تكون الصورة اوضح. اي تساوي وجي تساوي اوكي يطلع اي تساوي لي 0. هل الصفر اصغر من ان ناقص 1؟ ان معروفة 5، ان ناقص 1 4، صفر اصغر من 4 ترو، اذا راح يدخل بهذا اللوب. جميل دخل بهذا اللوب. جي تساوي لي اي زائد 1، اذا جي ايش قد تساوي لي؟ اي 0 زائد 1 1. بتلاحظ المؤشر الاحمر على من قام يؤشر؟ على الصفر. والمؤشر الاخضر اللي هو الجي بيأشر على من؟ على الواحد. خلي اجي ارقم. اوكي الان هل اري اوف الاي اي ايش قد؟ صفر. اري اوف الاي 4 اكبر من الاري اوف الواحد اللي هي الجي؟ ترو. لاحظ تحقق الشرط ترو. بما انه ترو عندي متغير اسمه تيمب. سويت بالتيمب؟ قلت له التيمب خلي لي بي اري اوف الاي، اي هي صفر، اري اوف الاي ايش قد؟ 4. صار التيمب 4. وراها قلت له اري اوف الاي اللي هي هذه المؤشر الاحمر عليها خلي لي بيها الاري اوف الجي. راح جاب الاثنين خلاها هنا. وراها قلت له اري اوف الجي اللي هي هذه خلي لي بيها التيمب. التيمب ايش قد بي؟ 4. اجتي الاربعة هنا. جميل كمل هاي الخطوة زيد الجي بواحد. صارت ايش قد قيمة الجي؟ 2. هل الاثنين اكبر من الاربع؟ هل الاثنين الاصغر من ان؟ الان ايش قد؟ 5. 2 اصغر من ان صحيح. اوكي بما انه الجي 2 بتلاحظ الجي هي المؤشر الاخضر قلنا، اذا المؤشر الاخضر صار هنا. راح اجي اقارن هل اري اوف الاي اللي هي 2 اكبر من الخمسة؟ لا ما راح ينفذ هذا الشرط. اوكي راح يجي زيد الجي. صارت الجي ايش قد؟ 3. هل اري اوف الجي اللي هي 9 اكبر من 2؟ لا فولس ما راح ينفذ. زيد الجي 4 يسال هل 4 اصغر من 5؟ ترو. بعده راح يسال هل اري اوف الاي اللي هي اري اوف الصفر 2 اكبر من اري اوف الاربعة؟ هل 2 اكبر من 1؟ ترو. بما ان ترو راح يدخل ينفذ هذا القوس مال اف الشرط اللي تعلمناه مسبقا. ايش راح يسوي هنا؟ يقول لك تيم تساوي اري اوف الاي، اي ايش قد؟ 0. راح يجيب اري اوف الاي 2 يخليها وين؟
صارت قيمة التيم باثنين. وراها array of ال i اللي هي array of الصفر، خلي بيها array of ال j، j ناش قد اربعة، شكل الموقع اربعة واحد، راح يخلي هنا واحد. اوكي، وراها راح يجي array of ال j، خلي بيها temp، راح تجي هنا خلي لي الاثنين بهذا الموقع، كمل زيدها واحد صارت خمسة. هل خمسة أصغر من n؟ n خمسة، خمسة أصغر من خمسة false، يعني خلص هذا اللوب. من خلص هذا اللوب راح يرجع كمل هذا اللوب اللي هو عبارة عن يعتبر كل لوب والإف مالته يعتبر سطر واحد بداخل الفور. كأننا نوصل قوس نهاية الفور هذه، وصل قوس نهاية الفور الثانية، راح يجي يسوي يزيد الاي. الاي ايش قد راح تصير؟ راح تصير هنا الاي واحد. اوكي، الاي جت هنا واحد، جيد، دخل باللوب هذا، جي تساوي اي زائد واحد، وين راح يجيب جي؟ جي وصلت اخر شيء خمسة، راح يجيب اي ايش قد واحد؟ واحد زائد واحد اثنين، راح يجيب جي يخليها على اثنين، يقارن هل اربعة اكبر من الخمسة؟ وراح يزيد جي يوصلها هنا. هل اربعة اكبر من تسعة؟ لا، يوصلها هنا. هل اربعة اكبر من اثنين؟ اي، راح يبدلها، يجيب الاثنين هنا ويخلي الاربعة هنا. نفس الطريقة راح تزيد الاي، تصير اثنين، اذا من تصير الاي على اثنين راح تصير الجي بالموقع ثلاثة، راح يقارن الخمسة والتسعة وهكذا الى ان ينهيها. بعد ما كمل راح يسوي لوب على المصفوفة بعد ما تعدلت وصارت بالتسلسل اللي هي صار بيها واحد اثنين أربعة خمسة تسعة، راح يطبع لي إياها return zero، ينهي البرنامج ويكمل. هذا الفيديو يحتاج للتركيز جدا مهم، إذا تفهم هذا فأنت وصلت مرحلة زينة بالمصفوفات بالسواب، وحتى راح تأهلك تكون جيد تعرف شلون ترتب البيانات، لأن ترتيب البيانات شيء ضروري ومطلوب بالبرمجة بالمستقبل إن شاء الله. شكرا للمشاهدة، نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.